أكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة سفير رياض منصور أن مجلس الأمن الدولي فشل في إيقاف مذابح الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. جاءت تصريحات مندوب فلسطين في الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن عن الأوضاع في الأراضي المحتلة. 1.7 مليون فلسطيني في غزة نزحوا قسرا من منازلهم. هذا غير إنساني، هذه جريمة ضد الإنسانية. قالت إسرائيل أن هدفها هو الأمن، ولكنها لم تستطع إخفاء خططها الحقيقية وهي التهجير القسري للفلسطينيين. هذه النوايا بدأت بتلميحات ثم أصبحت صريحة في مقابلات وفي مذكرات ومقالات صحافية كتبها كبار مسؤوليهم. القيادات الإسرائيلية تتحدث عن إعادة التوطين الطوعي، هذا هو الاسم المشفر للتهجير القسري.